هم النجوم منيرة سما الظلام، هم الليوث عزيزة يوم الحمام، هم الصحاب لا ريب يصيبهم، هم الامان هم الغر الكرام، هم الامان هم الغر الكرام. هم الرجال اختارهم رب العباد، فكانوا خير مدافع يوم الخصام، صلاتنا على الصحابة كلهم، أوصى بهم نبينا خير الأنام، أوصى بهم نبينا خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقه الثامنه من سلسله صدور الرحابه في جيل الصحابه في هذه الحلقه سنتعرف على اسد الله وسيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيعه وتربه يعني انه قرين للنبي صلى الله عليه وسلم واذا قلنا اعمام الحبيب عليه الصلاه والسلام فقد اسلم منهم رجلان ابو طالب وهو كبير في السن اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولكن اللذان اسلما حمزه والعباس من الذي كان ترب النبي صلى الله عليه وسلم ورضيعه إنه حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب الذي أخر أخرته تقاليد الوراثة واتباع الأبناء واتباع الآباء عن الدخول مبكرا إلى هذا الدين وإلا فإن هذا الرجل برجاحة عقله وبرجاحة منطقه كان يكون من الاوائل في قافله الراكبين في خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السير بهذه الدعوه المصطفويه، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار الزمان والمكان والحال وامره سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حمزه بن عبد المطلب كان اسلامه في البدايه حميه كان اسلامه في البدايه يعني انطلاقا من موقف حميه اراد فيها ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما لبث ان صار هذا الاسلام متمكنا من قلبه واصبح ايمانا ويقينا واتباعا منطلقا من ايمان ويقين كان حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قبل اسلامه يخرج الى الفلاه ليصيد فكانت هذه هوايته هوايه الصيد وكان كثيرا ما يسمع عن الاخبار التي ترددها قريش في نعت النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الاوصاف ولكن ما لبث هذا الكلام وهذه الكلمات التي فيها السخريه والاستهزاء والتحقير لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ما لبث ان اصبح فيها بعض التحريش والتهديد للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء اليوم الموعود، وقد كان حمزة راجعا من رحلة صيد، ودخل مكة متوشحا قوسه، ميمما وجهه نحو البيت العتيق، ليطوف به، وبمجرد أن لقي أن دخل مكة، لقي خادما لعبد الله بن جدعان. هذه الخادم لم تكد تبصر حمزه حتى قالت له يا ابا عماره لو رايت ما لقي ابن اخيك محمد انفا من ابي الحكم بن هشام كانوا يسمونه ابا الحكم لانهم كانوا يصفونه برجاحه العقل لكن هذا العقل لم يكن سندا له وعونا للدخول في الاسلام ولذلك لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بابي جهل قالت ان ابا الحكم قد اذى ابن اخيك وسبه سبا منكرا وبلغ منه ما يكره ثم مضت تشرح له ما صنع ابو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم استمع حمزه جيدا لقول هذه المراه ثم مد يمينه الى قوسه وهو غاضب يبحث عن ابي جهل وما ان وصل فناء الكعبه حتى ابصر ابا جهل يتوسط نفرا من سادة مكه وفي هدوء رهيب تقدم حمزه من ابي جهل ثم استل قوسه وهوى به على راس ابي جهل فشجه وادماه وقبل ان يفيق الجالسون من الدهشه يعني هذا الموقف الذي فعله حمزه بسرعه وهو يقول اتشتم محمدا وانا على دينه؟ اقول ما يقول؟ الا فرد علي ذلك ان استطعت؟ نسي هؤلاء الجالسون هذه الاهانه التي نزلت بزعيمهم ابي جهل والدم الذي الدم الذي ينزف من راسه، ولكن ما الذي شغلهم؟ شغلهم تلك الكلمه او شغلتهم تلك الكلمه التي قالها حمزه اتسب محمدا؟ أتشتم محمداً، والا على دينه؟ هل يسلم حمزة؟ هل اسلم حمزة؟ أعز شباب مكة، وأعز فتيان قريش، وأقواهم شكيمة. إذا اسلم هذا، فسيكون طامة كبرى بالنسبة لكفار قريش. ولذلك كما قلت، لم يأبهوا أكثر بكون حمزة قد ضرب أبا جهل. وشج راسه وادماه وانما اهتموا اكثر بالجرح، الجرح الاكبر بالنسبه لهم ليس جرح ابي يعني ابي جهل ولكن الجرح الاكبر ان يسلم ان يسلم هذا الرجل وينضاف الى كوكب كوكبه الحبيب صلى الله عليه وسلم فما كان من ابي جهل وراسه مشجوج ووجهه مضمخ بدمائه الا ان قال اتركوا ابا عماره فقد سببت ابن اخيه سبا منكرا. رجع حمزه الى نفسه واختلطت كثير من التساؤلات في عقله كيف اعلن اسلامه؟ ومتى اعلن اسلامه؟ ولقد اعلن اسلامه في لحظات الحميه والغضب والانفعال اهكذا ينبغي للانسان ان يغير دين ابائه ذلك الدين الذي قضى فيه ازيد من اربعين سنه من عمره ابهذه السهوله يغير هذا الدين في لحظه من غضب وفي لحظه من حميه وظل يفكر اياما لا يهدا له بال ولا يرقا له جفن في الليل لماذا لأنه شعر كأنه تسرع في خروج في الخروج من دين ابائه ولنستمع الى حمزه يروي لنا بقيه القصه حيث يقول: ثم ادركني الندم على فراق دين ابائي وقومي وبت من الشك في امر عظيم لا اكتحل بنوم يعني لا اجد راحه ولا اجد نوما في الليل ثم اتيت الكعبه وتضرعت الى الله ان يشرح صدري للحق وان يذهب عني هذا الشك وهذا الريب فاستجاب الله لي وملا قلبي يقينا وغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما كان من امري فدعا الله ان يثبت قلبي على دينه واستجاب الله دعاء نبيه فاسلم حمزه رضي الله عنه اسلام اليقين وقد اعز الله تعالى دينه باسلام حمزه واسلام عمر رضي الله عنهما في ايام خلائل بعد ان كان الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحله استضعاف لكنهم باسلام هذين الرجلين رضي الله عنهما تقوى هذا الدين وتقوت شوكه الاسلام وقد خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقبا عظيما اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان نعلم ان اول سريه في الاسلام كان قائدها حمزه وان اول رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام كانت لحمزه ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان في بدر كان فعلا اسد الله واسد رسوله كان هناك يصنع الاعاجيب منذ بدايه المعركه منذ المبارزه حيث كان من عاده العرب قبل ان يلتحم الجيشان أن يبارز شجعان هذا الفريق شجعان الفريق الآخر فتقدم ثلاثة من المشركين وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة تقدموا يسألون المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فلما رآهم عتبة قال يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا أي من قريش فرجعت ثلاثة الأنصار وخرج ثلاثة من المهاجرين كلهم من عائلة واحدة خرج حمزة بن عبد المطلب وخرج علي بن أبي طالب وخرج ابن عم رسول الله أبو عبيدة بن الحارث فما لبث أن قتل حمزة عتبة وما لبث أن قتل علي شيبة أما أبو عبيدة فقد اختلف مع الوليد ضربتين. ومات أبو عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام قليلة من بدر فاعتبر من من شهداء هذه الغزوة المباركة. يوم الفرقان. وعادت قريش من بدر تذل تجر ذيول الهزيمة وقد فقدت كبار زعمائها صناديد قريش. ويكفي أن يذكر أمثال أبي جال وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والأسود بن عبد الله المخزومي والوليد بن عتبة والنضر بن الحارث والعاص بن سعيد وطعمة بن عدي وعشرات من أمثالهم من سادات قريش وصناديدها فما كان لقريش أن تتجرع هذه الهزيمة بسهولة ولذلك نراهم بعد عام واحد يقومون لرد الثأر يقومون لجمع الجيوش وتجييش الجيوش من داخل مكة ومن خارج مكة حتى جمعوا ثلاثة آلاف من المقاتلين فجاءت غزوة أحد وكان أكبر هدف في هذه المعركة هو ضرب الإسلام كلية وكان شخصان من أهم ما تريد قريش رؤوسهم محمد صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب ولذلك نرى المشركين يكترون عبدا حبشيا اسمه وحشي كان هدفه في المعركة وهمه في هذه المعركة كلها أن يقتل حمزة قال هذا الرجل كنت غلاما لجبير بن مطعم كنت غلاما لجبير بن مطعم وكنت اتوق الى ان اصبح عتيقا فقال لي جبير اخرج مع الناس وان انت قتلت حمزه فانت عتيق اذا الهدف الاول ان يعتق الهدف الثاني هناك من اغراه وزاده على زاده على هد هد العتق ان يوزن يعني بالذهب أو يعطى مبلغا كبيرا من الذهب من طرف هند بنت عتبة وغيرها من مشركي أهل مكة، فلذلك قلنا إن رأس حمزة كان في هذه الغزوة مطلوبا ليس من شخص واحد وإنما من أشخاص كثيرين وجاءت غزوة أحد والتقى الجيشان وتوسط حمزة رضي الله تعالى عنه أرض المعركة وعلى صدره ريشة النعام التي يزين بها صدره عند القتال وراح يصول ويجول ويفعل في المشركين الأفاعيل لكن وحشيا كان يرقبه وكان يعني هدفه في هذه المعركة هو أن يقتل حمزة قال فرفعت حربتي حتى إذا اطمأننت بها أرسلتها إليه ارسلتها اليه فارداه فاردته يعني قتيلا هكذا استشهد حمزه وإختلف يعني الرواه هل وقعت وقع قتل حمزه رضي الله تعالى عنه في بدايه المعركه قبل نزول الرماة من جبل الرماة ام بعد ذلك المقصود ان حمزه رضي الله تعالى عنه استشهد في هذه المعركه وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركين لم يكتفوا بقتله بل مثلوا بجثته وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين على ذلك المشهد قال لئن أظفرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين منهم لأمثلن بثلاثين منهم ولكن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المصاب الجلل وصلى على عمه واخيه من الرضاعه حمزة بن عبد المطلب سبعين صلاة فقد ورد أنه كان يضع سرير جنازة حمزة وبجانبها أحد أولئك الذين استشهدوا ثم يرفع الشهيد ويؤتى بالآخر وبجانبه سرير حمزة ويصلي عليهما وهكذا حتى صلى على حمزة مع كل شهيد من هؤلاء الشهداء فصلى عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام سبعين صلاةً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على هذا الدين الذي قدم هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أرواحهم فداءً لهذا الدين ودافعوا عنه، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. <applause> هم النجوم منيرة سما الظلام، هم الليوث عزيزة يوم الحمام، هم الصحاب لا ريب يصيبهم، هم الامان هم الغر الكرام، هم الامان هم الغر الكرام، هم الرجال اختارهم رب العباد، فكانوا خير مدافع يوم الخصام صلاتنا على الصحابة كلهم أوصى بهم نبينا خير الأنام أوصى بهم نبينا خير الأنام